السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، وكالعادة عندنا برامج راح نشرح عليهن. طبعا نروح الى اول برنامج اللي هو لايت روم، هذا موجود ايضا بكل البرامج راح تلقونها على قناتي في التليجرام، راح اخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. نروح الى برنامج لايت روم، نضغط عليه. طبعا انتم لازم تنزلون هذا البرنامج، ايضا راح اخلي لكم اياه بالتليجرام، هذا اللي هو يضيف الفلاتر بفلاتر. فاحنا نروح عليه اولا مباشرة، هذا نضغط عليه. طبعا هنا ظهرت لكم هاي الفلاتر كثيرة مثل ما جاءت، تلاحظون هاي اغلب المشاهير يضيفونها هاي الفلاتر. فاحنا مثلا نختار، طبعا نختار الفلتر، نشوف اي فلتر نختاره. طبعا فلاتر عديدة مثل ما جاءت تلاحظون، انت اي فلتر يعجبك اختاره من هاي الفلاتر. مثلا على سبيل المثال نختار هذا الفلتر، هذا نضغط على هاي، نخليه حتى يحمل الفلتر. ننتظر حتى يحمل الفلتر، وبعد ما يحمل الفلتر احنا نروح نضيفه مباشرة على لايت روم، برنامج لايت روم. هسه راح تشوفون الطريقة. هسه الان كمل التحميل، نضغط على هاي اول وحدة. نروح على برنامج لايت روم، نضيفه في برنامج لايت روم. ايضا انا شارح عليه شرح، راح موجود بالفيديوهات بقناتي، تقدرون تدخلون عليه وتشوفون طريقته وراح يعجبكم جدا. نضغط على برنامج اللايت روم. اوكي، هسه نضاف عندنا الفلتر هناك. هسه نخرج، نروح على البرنامج لايت روم، هذا اول واحد نضغط عليه. نروح على الفلتر، ندور هنا الفلتر، مثل ما جاي تلاحظون هذا الفلتر، نضغط عليه. بعد هي نضغط على هاي ثلاث نقاط، ونروح على هذه نضغط عليها، او عفوا مو هاك، نضغط على هذه ونضغط هنا علامة صح. اوكي، هسه ثبت عندنا الفلتر. نختار صورة من هذين الصور حتى نضيف لها الفلتر. فمثلا على سبيل المثال نختار من هاي الصور اللي انا ضايفها، نختار مثلا هذه الصورة على سبيل المثال. بعدها نضغط على هذه اللي ثلاث نقاط هذه، ونروح على هذه ثالث وحدة، ومثل ما جاي تلاحظون طبق معانا الفلتر. مثل ما جاي تلاحظون هذه الصورة قبل وهذه بعد ما ضفنا لها الفلتر. مثل ما جاي تلاحظون طبعا تغيير جذري للصورة وفلتر ايضا جميل. وتقدرون ايضا تضيفون انواع الفلاتر بهذا البرنامج او برنامج الفلاتر. نروح على البرنامج الثاني،
طبعا الأول والثاني شرحنا عليه، اللي هو قلنا هذا برنامج اللايت روم، وهذه الفلاتر اللي هو ثاني واحد اللي صورته مثل صورة الكاميرا. أيضا راح تلقون البرامج كلها موجودة مثل ما قلت لكم قناتي في التليجرام. نروح على هذا التطبيق اللي هو تغير صورتك من صورة عادية إلى كارتون، نضغط عليه. شوف هنا نعطيك طبعا برنامج جدا رائع، نعطيك هنا أنواع وأنماط وأساليب متنوعة. هذا الأسلوب الأول اللي تغير صورتك إلى كارتون، وهنا الأسلوب الثاني تغير من جودة الصورة، وهنا مثلا إذا عندك صورة قديمة أيضا يغير من جودتها، وعندك هنا إذا مثلا صورة قديمة راح يلونها ويرجعها إلى واقعها الطبيعي. وعندك هنا الصورة آخر شيء إذا عندك صورة مثلا مشخطة أو بها فرد خدش أو شيء، أيضا هنا يقدر يعدلها. احنا راح نروح إلى أول وحدة اللي هي تغيير من صورة عادية إلى كرتون، نضغط عليها، نضغط هنا على علامة السهم، وبعدها نختار هنا عندك الصور. أنا راح أختار صورة مثلا أي صورة مثلا أنت تختارها وتعدل عليها. مثلا راح أختار هذه الصورة، تنتظر وضع ثواني حتى يعالج الصورة أو يفتح الصورة، بعدها تعطيها أوكي. بعد ما خلصت اضغط على علامة الأكس وتنتظر الصورة حتى تبدي تعالج. ومثل ما جاي تلاحظون طبعا هذه الصورة هسه راح تظهر لنا بالقبل وبعد. مثل ما جاي تلاحظون هذه الصورة قبل وهذه بعد تحويلها الى كارتون. مثل ما جاي تلاحظون هاي قبل وهذه بعد، طبعا اصبحت الصورة جميلة جدا مثل ما جاي تلاحظون ورائعة جدا كما تلاحظون بهذا الشكل الرائع والجميل جدا. اذا يعني الى هنا تنتهي او ينتهي الفيديو. أشكر الناس الجميلة اللي تضيف لنا تعليق واشتراك، وأشكركم جزيل الشكر جميعا، وانتظرونا. طبعا هنا إذا تريد تحفظ الصورة هذا السهم الجوة اضغط عليه وتحفظ الصورة. انتظرونا في فيديو قادم إن شاء الله جديد، وإلى لقاء آخر. مع السلامة أخوتي الأعزاء، في أمان الله.